لو الحكاية فيها إن فيجو احنا موجودين النهارده في كواليس فيلم كلاكيت، وده يمكن الفيلم الاول ليك في مصر. صحيح. كلمنا بقى عن التجربه دي وايه حكايه بقى كلاكيت وحكايه انتاجك. والله شوف، احنا طبعا انتاج مصر بالنسبه لنا شغله كتير مهمه وشغله كتير كبيره، لانه مصر ام السينما، مش بس ام الدنيا، تحديدا ام السينما. كلاكيت احنا دخلنا عليه الحقيقه بالصدفه. كان بدأ تصوير 6 أيام منه قبل ما أنا أشتري الفيلم، وكان صار في تعثر عند المنتج السابق، وعرض أستاذ بيتر المخرج علينا أن ناخذ الفيلم واشترينا. تمام. وكفينا، هلا صرنا مصورين 3 أيام بالفترة الجديدة بفيلم كلاكيت، والأمور ماشية زي الفل. تمام. بمصر. إيه سبب إن أنت قررت إنك تدخل مجال الإنتاج، مع إن إحنا نعرف ان حضرتك كان ليك مجالات تانية؟ انا اساسا بشتغل الحاله التربوي. تمام. مدارس والجامعات. نعم. لكن موضوع الانتاج هو موضوع ببالي من زمان، فتره طويله جدا، هوايه بحبها، حابب كنت اعيش التجربه. انا كثير مبسوط بانه هاي التجربه عم نعيشها بنجاح. المجموعه اللي معنا مجموعه رائعه، من المخرج للكاتب للممثلين، مجموعه كثير حلوه، وبتمنى النجاح للفيلم ولاي افلام تانية نحن ناويين ندخل فيها ان شاء الله مستقبلا بمصر. السؤال الاخير لحضرتك، ايه خطتك او بلان بتاعك الفتره اللي جايه بالنسبه للانتاج السينمائي في مصر؟ نحن عندنا مشروعين حقيقه كبار بمصر. عندنا مشروع برنامج تلفزيوني اسمه ديكاس، سجلنا يعني حصريته باسمنا، وديكاست بيحكي عن المواهب التمثيليه. كثير بهمنا نعطي الشباب الجديد فرصة كثير حلوة يقدروا يظهروا مواهبهم ويقدروا ياخذهم على أفلام مستقبلية. تقديم مين؟ بعدنا الهيئة، نحن بدور تحضير الهيئة التحكيمية وتحضير وإعداد البرنامج بشكل كامل، ومين حيشاركوا معنا. حيكون في معنا مقدمين، مجموعة من الممثلين الشباب اللي حيكونوا عم بيساعدوا الهواة بالتمثيل، وحيكون معنا لجنة التحكيم متوقع انها تكون جيده جدا وعلى مستوى عالي. المشروع الثاني هو طبعا الانتاج مجموعه ثانيه من الافلام. دلوقتي نحن على وشك انه نوقع على فيلمين او 3 أفلام حتى لبقيه هيدي السنه. تمام. لكن دراما، ما فيش دراما او تلفزيون بالوقت الحاضر؟ ما في. لا، نحن مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، نحن جداد بالسينما بمصر، وبالتالي بدنا نبدا بالسينما. نتوقع انه السنه الجايه ان شاء الله لرمضان القادم، مش هيدا اللي في اللي بعدها، نحضر دراما ان شاء الله تكون حلوه. ناخذ وقتنا بالتالي بالتحضير. بالتوفيق ونورتوا ان شاء الله.